كرمال ما يتكرر سيناريو ما بعد عيد الميلاد وبراس السنة بما خص إصابات كورونا، رح يبلش صباح السبت 3 نيسان حظر تجول على كل الأراضي اللبنانية لحتى صباح يوم 3-6 نيسان. فشو هي الإجراءات المتخذة؟ الخروج والولوج للشوارع ممنوع إلا بحال الحصول على إذن من منصة إمباكت للأشخاص غير المشمولين بالاستثناء، لهن القطاع الطبي والأمن والأعلام. أما القطاعات المستثنية فهن أسواق الخضار والفواكه والأسماك، الصيدليات والعيادات البيطرية، صالات البيع داخل الأفران، العيادات الطبية، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، سوبر ماركت، ميني ماركت، ومحلات البيع بالتجزئة، محطات المحروقات والمختبرات. وكل مواطن بده يروح على هذه القطاعات لازم يحصل على إذن مسبق وموافقة من المنصة. وبالنسبة للمطاعم فبس ماشي فيها خدمة الدليفري. فشو عن الصلوات والأقداس الخاصة بعيد الفصح؟ رح يتم السماح بإقامة الصلوات بدور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية، مع استحصال المؤمنين على إذن تنقل من المنصة إمباكت. يعني بحال كانت الكنيسة بتسع 70 شخص فالمسموح بس يحضر 21 شخص. وهون بيعود القرار والمراقبة لكل رئيس دير أو خادم رعية لمراقبة الموضوع، حيث قرر بعضهم الاكتفاء بنقل الصلوات والاحتفالات بشكل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دون حضور المؤمنين، بالوقت اللي رح يترك البعض الآخر الناس تتوافد للكنائس بقدرة استيعابية 30%. يعني أول ما توصل الكنيسة لقدرتها الاستيعابية رح يتم تسكير الباب الرئيسي. وكرمال ما يكون في أي خطر خلال التواجد بدور العبادة، من الضروري يتم الالتزام بوضع الكمامة خلال الصلاة، بالإضافة للتباعد الاجتماعي، تعقيم الكنائس والمقاعد بعد كل صلاة، عدم تناول الكتب بين أيدي المؤمنين، وإلغاء الزياحات. أما بالنسبة للغدوات العائلية اللي ما في مفر منها خلال العيد، فطبعا الأجهزة الأمنية ما فيها تفوت على كل بيت لتتأكد من عدم التجمع، فالمسؤولية فردية. فكرمال هيك أجلوا الجمعيات العائلية، لأنه بعد الأعياد الأخيرة يعني الميلاد وراس السنة ارتفعت نسبة العدوى العائلية بلبنان بكورونا بشكل ناري. وعن الزيارات والمعايدات خلوها تكون على التليفون. ومنذكر أنه شهر كانون الثاني الماضي سجل العدد الأكبر من الإصابات بلبنان من وقت انتشار فيروس كورونا، والسبب هو بيعود لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم المراقبة والمتابعة الجادة من قبل المعنيين. فهل رح يتكرر هالسيناريو عن جديد؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.